بيان نحن حراك المدن والقبائل الليبية للحفاظ على الموارد النفطية. بداية نتقدم بالشكر والتقدير للقائد العام لتعامله معنا أثناء التجمهر لإقفال النفط وإصدار تعليماته بحماية المنشآت النفطية والحفاظ على أرواح المواطنين والوقوف بجانب الشعب. وفي ظل الظروف التي تمر بها بلادنا من مؤامرات من بعض الدول الداعمة للإرهاب وعلى رأسها تركيا الطامعة في الاستيلاء على أموال وثروات الشعب الليبي، وبدورنا قمنا بإخفاء إنتاج وتصدير النفط للمطالبة بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة بوضع آلية لضمان عدم وقوع إيرادات النفط بأيدي الميليشيات الإرهابية، مما نتج عن ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية عامة وازدياد سعر صرف الدولار وعدم قدرة الدولة على صرف مرتبات المواطنين. عليه نؤكد على الآتي: نفوض القيادة العامة تفويضا مطلقا للتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي بإيجاد حلول لعدم وقوع إيرادات النفط في أيدي الميليشيات الإرهابية. أؤكد على أن النفط لكل الليبيين، ومن حق الشعب الليبي الاستفادة من إيراداته لتحسين ظروفهم المعيشية والمزي قدما لإعمار البلاد. ثالثا، وبإرادتنا فتحنا النفط وسنقوم بإقفاله إذا استخدم النفط مجددا في قتلنا وتجويعنا. حفظ الله ليبيا. صدر في زويتينا يوم الاثنين الموافق 29/6/2020 حراك المدن والقبائل الليبية للحفاظ على الموارد النفطية. والله أكبر، وعاشت مصر العربية. الله أكبر.